سلامتك يا حاج. الله يسلمك. شوف الله هان في اصبعك. هذه قرصة حديث يا عمي. حكيتها نافخة إيدك منها. شوف السم بيمشي. أعطوك دواء مضاد شيء لحد هسه؟ أعطوك شيء؟ تمام. أنا مسحت الساعة. أعطوك شيء؟ أعطونا كل ثلاجة موجودة. طيب شو لون الحية شوية يا أنور؟ اللون الحية. لون الحية وصف لي إياها بالضبط. لون الحية بالضبط على بيج على لون الأرض معطية. كركر سمرة؟ كركر. لا مش سمرة. لون كركر. شو كركر؟ يعني اللي هو الأرضية الحجارة. جميل. أرضية الحجار يعني بيج. أرضية الحجار لونها بيج بالضبط. هذه الحية تقريبا شبيهة لأفتح شوية. زي هاي بالضبط. زي هذا اللون بالضبط. هذه الحية اسمها الحراشي في المنشارية. العضة. هاي اسمها الحراشي في المنشارية. هاي صلي على النبي. عندهم مضاد. وين الدكتور عندهم مضاد إلها؟ أعطوه من الصبح للمساء. في إلها مضاد هاي خصوصي موجود في مستشفى هداسة خصوصي إلها. أنا بعرفش أنا شو في عندهم. شايف شو سوت في الأصبع؟ نافف. هاي اسمها الوصف تاعك. حكيت بدك هنا بقى توصيين بس. طيب ان شاء الله بجوز اعطوك مضادهم. يعني اعطوني مضادات يعني مضاد بخف ان شاء الله. بس هذا اصبعك بده متابعه لانه ممكن يصير فيه شويه دواء. ما تخافش انت بس عادي. هسه هنا لحد هنا ممتاز. هسه طيب. وين انحصر السم يعني؟ اللي هي الاشاره. حكيت كل لي وين بالضبط الحمامات اللي كرصتك فيه الحي؟ بروح انا ولا انت ما بتقدرش تروح؟ خذ معي واحد. مين بيروح معنا؟ بتروح عندك الثلاجه مرميه ماكو بس كل شيء. عند الثلاجه معنا كل شيء. معنا كل شيء. جايبين كل شيء مجهزين حالنا. بنروح معه. بتروحوا معه. عندي الثلاجة. السيارة مين بتجيبها؟ معنا سيارة. أنا وقعت أشوف وجهك. كيف؟ وينك تخرج؟ وينك تروح؟ على تحولوا على طول كريم؟ حكيت بدنا نروح على على محل الحية. يلا نروح. من طولها أحسن نعرف برك. يلا. خليك تعمل وراه. الله ألف سلام عليك يا حج. الله يسلمك. طولوش. احنا رايحين على قصر هشام منطقة غاد الحمامات عشان نشوف الحي الكرصة ابو محمد موجودة ولا لا. ان شاء الله لك اياها عشان نتعرف على نوعها. مع انه تقريبا نوعها معروف 99%. طيب اكيد نكرس عليها نجرب. هات العتلة. وين العتلة؟ على طول السنجات. حط شيدك يا زلمة. حط شيدك. مالك هاي؟ حطش على السريع هاي. يلا لا وين الماسورة؟ وين الماسورة؟ هات الماسورة خلاص.